مكن أفراد فرقة حماية الممتلك الثقافي للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في المتاجرة وبيع القطع الأثرية ذات قيمة فنية وتاريخية، والقيام بعملية التنقيب وحفر المواقع الأثرية بدون رخصة قانونية باستعمال كتب ورموز السحر والشعوذة، بحيث يمتد نشاطها على المستوى الوطني. العملية جاءت بناء على معلومات مفادها قيام أشخاص بالمتاجرة غير الشرعية للقطع الأثرية لغرض بيعها بطريقة سرية. على إثرها تمت مباشرة التحريات، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم توقيف أفراد الشبكة المتكونة من شخصين يبلغان من العمر ما بين 33 إلى 42 سنة.